السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده ايزي ديفيجن سطبته عندي على الجهاز بتاعي. بتكتب بقى هنا اي حاجة انت عايزها او ممكن تديله ملف صورة معينة هو يبدأ يعدل عليها. ممكن تقول له انا عايز اعمل براوز ويختار ملف او ممكن تقول له درو. قول له دلوقتي ميك ايمج بيبدأ يكون لك الصورة اللي انت قلت له تخيلها. رجل فضاء ركب حصان فراح مطلع الصورة ديت وبيقولك السبيد الانبوت. تقدر تشوف الانبوت يوزع الانبوت ده هيبقى الانبوت بحيث ان انت تعدل فيها. يعني الصورة دي مش عاجبك في حاجة فتستخدمها كبداية. ممكن تعملها داونلود, ممكن تعمل ميك سيميلر ايمج, ممكن درو انذر. طيب ممكن تعمل اب سكيل تكبرها. تمام. لو دخلت هنا بقى في الايمج سيتنج هتلاقي بقى القوة بتاعت الايزي ديفيجن. اهو هتلاقي بقى ان انت عايز براندوم عدد الصور اللي انت عايزها. ممكن اقول له انا عايز 20 صوره, 30 صوره, 1000 صوره. الموديل هتشتغل باني موديل. تمام. الكاستم في اي لو في حاجه مش واضحه معاك بتدوس هنا بيبدا يديك المعلومات. تمام. ده الستيبل ديفيجن اهوت لو انت عايز تعمل له داونلود. ممكن الايف بريفيو هو بيعمل الريندر تبدا تشوف. ففيها شوية اختيارات حلوة بحيث ان انت ممكن تقول له انا عايز الستايل ده وتختار ستايل معين وهو يجيب لك حاجة زيها. طب ممكن مش فيسز حاجة لاندسكيب يبدأ يجيب لك الحاجات وانت تبدأ تختار الشكل اللي انت عايزه. ممكن تقول له مثلا القلم بس انا عايزه كأنها بالزيت او بالحبر او او الالوان اللي انت عايزها في الصورة. الايموشن عايز حاجة كأنه غضبان, كأنه حزين, كأنه فرحان. بلاش حد يعمل سيد حزين لان احنا يعني فينا اللي مكفينا يعني. تمام. فرحونا شوية كده. ارتست. تمام. ممكن تختار الفن اللي انت عايزه. ففي امكانيات جميلة جدا صراحة عجبتني. هسيب لكم اللينك لو حد عايز يعمل تسطيب, لكن هو بياخد مساحة كبيرة تقريبا واخد 25 جيجا يعني. تمام. فتقدر ان انت مثلا تعدل في الصورة زي ما انت عايز. انا سيبه يعمل ريندر براحته بقى.